بتاعتك. زك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم عنودي اكس او. اليوم رجعت لكم بمقطع من لعبة Resident Evil 4. ما راح العب اللعبة الاساسية لاني لعبتها قبل شهر وكثير كلموني على الخاص قالوا لي ما تنزلينها، لكن عقب ايش يعني عقب ما ختمتها، لو اني داري انكم تبونها كان نزلتها من زمان، لكن خلاص يعني اللي صار صار يعني. بس قررت اني العب طور ايدا الثاني، الاول اللي هو سبايرت واي او شيء زي كذا اسمه بالانجليزي ماني متأكدة. هذه القصة الأساسية لإيدا اللي هو من جهة إيدا يعني، لكن الشابترات حقتها مرة قصيرة ولا تذكر، فما يحتاج إني أحطها في القناة. لكن قلت أجرب الطور الثاني حق إيدا وأجربه معكم، سواء كان قصير أو طويل يعني راح أجربه معكم. وقبل لا نبدأ لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. يلا نبدأ. كيف بدينا؟ Have you retrieved the sample? Not yet. ربي موزة. Some kind of trouble. Sadler. He knows. Ah. Your extraction chopper will pick you up at the rendezvous point as planned. I'll be there. Okay. مطلوب مني اني اجمع زي البلاقة او كذا الحمض الاشياء هذه، يعني ما ادري اذا فهمتوا قصدي ولا لا، لكن اجمع تقريبا ثلاثة مدري خمسة الزبدة. خلنا نبدأ ونشوف حنا في طريقنا ايش راح يصير. خلي ما معي سلاح. ايوه هذا اوكي. اه في هنا حلوين. لحظه لحظه لحظه، هذه يبغى لها سنايبر. ايوه هلو ماي فريند. اوكي يلا يلا يلا. Oh my god, أصواتهم تخوف! Hello, hello. Oh my god, أكره الدود! موتي موتي الله يشلك. وجه خلص رصاصي. ما عنده شيء، ما له الفقر. هنشوف هنا. ايوه واو يا رشاقة. عاد لا نقدر نبالغ، ما في احد راح يرقى كذا في الحياة الواقعية. ايوه لوت. واو اشكر اهلك، انا احب القنابل. ايوه يلا انزلي. الحين يبغى لنا سنايبر. اكيد في هنا احد. شويش. ايوه خذ الرصاص. الله يشلك. اوه ماي جاد. بسرعة بسرعة بسرعة. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. الوفا. بسرعة بسرعة بسرعة. مت مت. الله يحفظ العجل. ليه ما اخذت علاج؟ الكلاب اللي هنا. وافك نفسي منهم عشان ما يغثوني. موت الله يشلك. اخيرا اخيرا يا شيخ. غثوا ربي. القبعة 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 القبعة. يلا تعالوا 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 حبايبي تعالوا. اللي برمي عليهم هذي. ما مات. لا شو مات. الورعين دولي. في احد يطلع. تعال قل لي وينك يا جماعة. أصوات اللي في الجزيرة أصوات مخوف أكثر من اللي في القصر.
مين اللي أطلق عليه هذا جعل السلال؟ Oh my god دويدة. لا لا ليش أتعب نفسي؟ سنايبر يا حبيبي. يلا لود لود بسرعة بسرعة عشقي عشقي. يا خرا يا خرا. او ماي جاد دويدة دويدة. او ماي جاد او ماي جاد. ايوه علاج علاج. لحظة لحظة هذا عشان افجر رؤوسهم. ابي علاج. يا خرا قلت لك ارقي. ايوه اشكر اهلك. او ماي جاد او ماي جاد انا بموت. ايوه اشبع 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 اشبع. اشكر اهلك. يا مال الخرا توني ملوته. واللي بيزعجني بحط رجلي في حلقه تراه زاقه. او ماي جاد او ماي جاد. او ماي جاد اخر لحظه ابغى يفشخ راسي. انا عارف انه بصير في غدره فخليه اجهز سلاحي. لا 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 او ماي جاد. واو يا الروعة. تخيل روعة المنظر. يلا يلا زين على الأقل قتلنا أحد. ايوه لود ابوي الله يشلكم ولا شيء. ايوه ايوه علاج علاج ابوي انا هذا اللي ابيه. حلو يلا سوي. يبغالي رصاص للسنايبر وللرشاش. يلا حلو ندمج. بس المشكله حتى هذه نفس الشيء لازم لازم عشبه اخضر عشان اخذها. اوكي دخلنا. الله ياخذك. ايوه الله 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 الله. لا لا بسرعه بسرعه ابغى اعشق سنايبر بسرعه. ايوه حبيبي خلك في مكانك لا تتحرك. تيونا مطار عند اهلك. الله يخلص اهلك خوفتني. حيوان وربي حيوان. لا موت حشا. موت الله يشلك. ايوه حبيبي خلك مكاني. اوه ما عندي سنايبر. يا جماعة الدقة ترقص. الله عتقني بالبيض.
يا حبيبي خلك مكاني، خلك حبي، خلي بروح اخذ هذا الوت بسرعة بسرعة بسرعة. الله ياخذه متى رماها. يلا يلا دوه زين مخليها هذه. الله ياخذك يا خرا يا خرا. اح 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 يلا اقوى سيفون تعب نفسي حالك. اخ يا ربي حلو حلو حلو. ايوه دخلنا. اسمع 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 الله يشل العدو. دخلنا. طيب ايش فيه؟ ايوه اخذنا على البلاقه. تمام. ايوه حلو حلو. لا شوف الطريق صح؟ ايه صح. اهلين حبيبي. البلاقة وين؟ اوه ماي جاد. هنا هذه يسمونها سرعة البديهة. وانا اقول وش الصوت؟ صح. حلو حلو. لا ايوه اخذنا البلاك الثانيه. او ماي جاد او ماي جاد. الوفاء الوفاء. القبعة القبعة اخوي عامر. القبعة 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 القبعة. الله يكهربك قلامين. الله ياخذكم جميعا. القبعة 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 اخوي عامر. يا ربي انا ليش كذا حظي. يلا حلوين حلوين حلوين. تقول اقدر اصوت من هنا. هذا هو تيونا مكاي. ايوه يا حبيبي اطلق عليك اخيرا. يس الحين اجي ادعس راسك. بقية بجي ادعسهم الحين دعس. ايش بالدلخ؟ لا لا لا. اوه ماي جاد اوه ماي جاد يا الحظ. اوه ماي اشكرك يا ربي.
او ماي جاد. القبعه القبعه اخي عامر القبعه. يس اطلقتها عليه. ايوه ايوه اشكر اهلك. يلا الحين نسوي ميكس. هلو ماي فريند. ايوه حبيبي خلي كذا. او ماي جاد او ماي جاد الكلب قفل الباب. ما تقفلش الباب يا ورع. يلا اكس. او ماي جاد هلا والله بالشله. هلا 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 هلا. خليني اصوب على دويده. او ماي جاد اقسم بالله يعني لساني علق ما ادري ايش اقول من الدم اللي صار لي تو في اخر لحظه كنت باندعس بس يا مال الفقر. يلا يلا باقي لنا الحين بس ثلاثه ونخلص. حلو حلو حلو. هلا والله هذا اللي ابيه. ايوه زين نرمي القنبلة على هذا المدرع. يا مال الخرا يا مال الخرا خليتني اضيعها على الفاضي. اوريك يا ورع. موت موت يا خرا. او ماي جاد ما يخلصون ذولي. كم جايبين قبيلتهم كلهم. ايوه هنا البلاقة تقون. ايوه الحمد لله. اسمع 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 الصوت. خلي حل الابو بالسكين. شفت شلون هذا يسمونه الاستثمار بالاسلحة. اتركني يا خراب ترى واصلة معي. ايه حلو خذنا دم. ايش كنت بسوي؟ اي بسوي ميكس مع هذا. ايوه اشكر اهلك عارفين اني بندعس. حلو حلو حلو. ايوه خذي بعد هذا. لو حاطين بداله سنايبر والله ازين. ما عندي الا سنايبر استفيد منه. وين المصايب؟ حطوني بعد بعد. Thank you.
ماي جاد او ماي جاد جاني الورع. او ماي جاد الوفاء. لا 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 طيب يا خرا درينا او ماي جاد يس الله ياخذك يا خرا كان جبت لي صرع. او ماي جاد اثاري كان في احد وراي من الباب استقبلني. لحظة يبغى له ايوه وربي كفو احتزمي. الله ياخذ ابو الراس. قول شلل وربي. اوكي هنسوي كامبين تمام. او ماي جاد الله يعطيك العافية يا أخوي. أشكر أهلك تهدى مكان ثورة. يشفع البالي ما مات كذا عناد بيخرب. هلا والله حبايبي هلا حلو. شوف الهدوء ما يطمن. هلا حبيبي هلا انا ما مداني افتك من ذا الخرا تيونا ما تاري تجيني انت. او ماي جاد ولا اقول لا وخرت وش ذا الخرا ذا. او ماي جاد يعني بيرتفع ضغطي ما سوينا شيء. مت زق. المشكلة ان كراوزر قابلته في الطور الاول حق ايدا اللي هو الطور الاساسي للقصة لكن ما ادري ايش جابه هنا ذا الخرا ذا. ما نخلص بستغل معاه الرشاش. والله ما توقعت اني يا
يا رب يا حبيبي استجيب دعوتي. يا الله يا رب نفوز عليه الحين. يس اخيرا طص. الله ياخذه. عله وربي عله. او ماي جاد كريه كريه وربي. اوكي مدام طص يلا لحظه خلى اشوف الرصاص اللي عندي. حتى هذه ما اخذتها اللي حقت الرشاش. سريع الحيوان. والله يخوف انه يتعارك معي فوق عشان اصيح. باقي وحده. هاي وينها؟ اطلع من هنا. اوكي باقي وحده في المختبر اللي تحت نسيت اخذها. الله ياخذه. جاب لي شلل في مخ حتى نساني البلاقة. يعني البلاقة الأخيرة اللي تو خدتها من كراوزر، لكن في قبلها واحدة في المختبر اللي تو خدت منه الأغراض. فبرجع أنزل عشان كذا خلوني أقدر أنزل مرة ثانية. المشكلة وينها؟ أيوه هذه هي البلاقة. أوه ماي جاد. أخيراً. أوه ماي جاد نشبات. اوكي وهذه طيارة. اوه راحت. إيه لأن خلاص خذت البلاقة كلها اللي تبيها. Punctual. I like that. Is Krauser there? He's dead. Pity. But after all, just another expendable grunt. Thanks to you, however, Umbrella's one step closer to its re-establishment. And once it is, there will be significant changes in our world. ضحكة بيض. واه خلصناها أخيراً. والله طور إيدا مرة قصير. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة. أتمنى أنكم استمتعتوا معي مثل ما أنا استمتعت، رغم أن ارتفع ضغط شوي من كراوزر إلا أني والله انبسطت مرة. لاحظت أن الأطوار حقت إيدم مرة قصيرة، مجرد أنها مهام بسيطة يعني. بس صراحة مرة استمتعت فيها. فلا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير. مع السلامة.